احنا معانا دلوقتي على تليفون الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقة بالمعرض. يا دكتور صباح الخير يا فندم. الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن المعرض في دورته الحالية عايزين نتكلم عن نشأة هذا المعرض وتاريخه. هو طبعا معرض الكتاب من اهم الفعاليات اللي بتتم في كل الجامعات المصرية مش جامعة قناة السويس بس. يعني دايما كل الجامعات بما فيهم جامعة قناة السويس حريصة جدا على تنظيم معرض الكتاب لأبنائنا الطلاب والأساتذة السوري. ان كمان تجمع المتطلبات السريعه او الملحه للطلبه واعضاء التدريس في المكتبات المركزيه او المكتبات الفرعيه في الكليه. فطبعا احنا بنبقى حريصين جدا اكتر من دور النشر كمان ومن الطلبه ان احنا نجيب الاحتياجات بتاعتنا سواء كتب ثقافيه او توعويه او حتى بترفع الوعي والثقافه بتاعت الطالب، بالاضافه الى الكتب المتخصصه في المجالات المختلفه في كليات الجامعه. فاحنا بصراحه بنبقوا حريصين جدا جدا على تنظيم مثل هذه المعارض لانها بتدي نوع من الزخم ونوع من الفرصه للطالب للاطلاع بصوره جيده جدا على الحاجات كمان الخارج التخصصات العلميه اللي هو بيدرسها. طيب دكتور ناصر، طبعا بعد التحيه لو حضرتك توضح لنا يا فندم مده المعرض قد ايه؟ ايه الفعاليات اللي بتكون موجوده فيها خلال هذه الفتره؟ اقبال الطلاب، يعني تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. اهلا بك يا استاذ جمانه. المعرض بيتم غالبا سنويا بيبقى 10 ايام الا اذا كان في اقبال وطلب من الطلبه او اعضاء التدريس او المكتبات الفرعيه في الجامعه على مد فترة المعرض، فبنمده، ما فيش عندنا أي مشكلة. السبيس بتاع المعرض موجود ومتاح، فممكن يتمد كمان أسبوع ولا حاجة على حسب احتياج الأساتذة والطلاب. وكمان أحيانا دور النشر بتطلب مد يوم اثنين ثلاثة بنوافق لها، ما فيش أي مشكلة خالص. المعرض السنة دي فيه ثلاث دور نشر. الجميل في المعرض السنة دي مش عدد الكتب، لا أنا كنت مبسوط جدا من تنوع الكتب ومصادر المعرفة، لان الجامعه عمرها ما كانت ابدا تخصصات علميه وعلوم انسانيه بحته، بمعنى ان انت استاذه علم اجتماع تخصص تربيه رياضيه، لا احنا بميل قوي انا شخصي للتثقيف وبناء الانسان والطالب المصري بحيث ان هو يكون ملم بقضايا وطنه وملم بثقافته بحضارته بتاريخه المجيد والعريق والمضيء. فدي حاجات بتسعدني انا شخصيا. امبارح كان في مجموعه متنوعه جدا جدا من الكتب المرتبطة بالثقافة والرواية وكبار المفكرين، سعدت امبارح جدا لما شفت مدار المعارف الأساتذة اللي احنا تربينا على أدبهم وفكرهم ورواياتهم. كان في الأستاذ عباس العقاد، طه حسين، أنيس منصور، مصطفى محمود، كان في مجموعة من الروايات الإنجليزية المترجمة، كان في مجموعة من القصص اللي احنا تربينا عليها واحنا صغيرين مجمعينها في مجلدات كبيرة. ناهيك سيادتك عن التخصصات العلميه اللي احنا طبعا بنصبوا اليها بنشتري عشان ندعم المكتبات بتاعتنا الشخصيه يعني او المكتبات الكليه. ده عظيم جدا يا فندم. لو كل جامعه بالفعل بتعمل معرض الكتاب الخاص بيها في اوقات حتى مختلفه عن بعضها عفوا، وفي وقت بيكون فيه معرض القاهره الدولي للكتاب، اعتقد ان احنا طول السنه هيكون عندنا معارض متعلقه بالكتب. حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ممكن في بعض الاوقات بنمد لو احتاجنا، لو دور النشر محتاجه او لو في، ده بيؤكد ان في اقبال، فعايز اكلم حضرتك عن اقبال الطلبه على المعرض. هو طبعا الاقبال استاذ محمد ما بقاش زي زمان مع والحاسوب، يعني انت حضرتك دلوقتي يعني ابنائنا الصغيرين ولادنا في البيوت واحد ماسك بتاع والايباد او التابلت الموبايل ويقدر يجيب اي كتاب هو عايزه. هي ميزه ان الجيل اللي اتربى على مسك الكتاب الورقي في ايديه وينطوي او يقعد على جنب في البيت ويقعد يقرا الروايات اللي بنا عليها كلنا والكتب السياسيه او التاريخيه او الثقافيه، فديت لها متعه يمكن عند كبار السن اكثر من الجيل طبعا الصغير. واحنا ممكن نعمل توازن كمان يا دكتور ما بين ان الكتب موجوده في المعرض ونعمل كمان منصه رقميه تعرض عليها هذه الكتب او نسخ. ما هو احنا المكتبات الحمد لله يا استاذ محمد اللي عايز اطمنك ان جميع مكتبات الجامعه خاصة الكليات القديمة فيها قاعات استذكار الكترونية كويسة، كمبيوترات ممكن في كليات بتوصل لأكثر من 50 كمبيوتر في المكتبة اللي هو بتاع المكتب يقدر يذاكر منه إذا كانت كتب إلكترونية أو كتب ثقافية أو روائية أو تاريخية، يقدر يطلع اللي هو عايزه فيها، يعمل فيها بحوث أحيانا، بيقرا فيها للمعرفة، للدخول في المسابقات الخاصة بالجامعة اللي عندنا مسابقات كتير في الجامعة في رعاية الشباب مش متعارف
بتاعك، كتب متعلقه بالتاريخ، بالروايه، شعر، بالزجل، متعلقه بالفنون المسرحيه، الغناء، الانشاد، احيانا بتكتب بحوث، بتقدم في بحوث، مسابقات ثقافيه وعلميه بالنسبه للطلاب. اذا احنا بنهتم قوي بحتى المكتبات الرقميه كمان. طيب دكتور ناصر، اخيرا لو حضرتك تكلمنا عن الاسعار في المعرض، نسب التخفيض، طبعا ده بيكون تخفيفا على الطلاب، شكلها ايه؟ لا الشركات بتدي او دور النشر بتدي مع اوام بتبقى في اسعار خاصه بالطلب. بالمناسبه يعني في اسعار كويسه قوي للطلبه، امبارح انا كنت شايف مجموعه من الروايات والكتب في رينج 40 و50 و60 جنيه. في حاجات بتبقى الكتب التكست بوكس اللي هي امهات الكتب الانجليزيه المتخصصه بقى في مجال الطب، في مجال العلوم، مجال العلوم الانسانيه، مجال الهندسه، البرمجه، الزراعه كده، الطب البيطري، الاسنان، دي بتبقى غاليه شويه، ده امر طبيعي. وان كانوا هم بيعملوا اصدارات شبه مخفضه شويه عشان الجامعات، لانه عارفين كويس ان ميزانيات الجامعات مهما تكون ميزانيات محدوده يعني مش مفتوحه. فالتكست بوكس الاجنبيه يمكن غاليه شويه، لكن الكتب المصريه انا شايف في اسعار متناول جدا بالنسبه حتى التخصصات العلميه، كانت في حدود 100 100 وشويه. والكتب الروائيه او الروايات الصغيره والحاجات دي انا شايف فيها حاجات من 40 و50 و60 جنيه، فاعتقد في المتناول ما فيهاش اسعار. طبعا دكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس، مشكور حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه الايضاحات.